بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة بالتأكيد كنت أتمنى في بداية الحلقة أهنئ الأهلي وجماهير الأهلي بالتأهل لأول مرة لنهائي كأس العالم للأندية، لكن بالطبع ليس في الإمكان أفضل مما كان. الأهلي موجود في حدث متميز، حدث فريد، حدث استثنائي، كأس العالم للأندية المشاركة رقم 6. أساطير الكرة في العالم كلهم بيتحدثوا عن الأهلي النهاردة، كل وكالات الأنباء، الصحف العالمية. بايرن ميونخ بالأمس في المؤتمر الصحفي، المدير الفني هانز فليك تكلم عن الأهلي بشكل جيد جدا، في مكاسب عديدة ممكن نعددها بعد مباراة الأمس. في كلام كتير ممكن نتكلم فيه، لكن بالطبع على مدار الحلقة النهاردة وفي تفاصيل كتيرة، ومعندها كمان أخبار مهمة جدا هنقولها لكم من خلال بعثة فريق النادي الأهلي هناك، استعدادا كمان لمباراة مهمة، مباراة يوم الخميس أمام بالميراس البرازيلي على تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية، والمباراة الختامية بإذن الله يوم الخميس المباراة الساعة 5. لكن نبدأ سؤال حلقتنا النهاردة، رأيكم إيه في أداء النادي الأهلي أمام بايرن ميونخ بالأمس في نصف نهائي كأس العالم للأندية؟ الكل يدخل يشارك معنا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وهنستعرض الآراء والمشاركات في الفقرة الأخيرة من برنامج الترند. لكن سريعا ندخل بسرعة في عناوين الحلقة. في ترند الأهلي، الفريق الأول يبدأ غدا استعداداته لمواجهة بالميراس. كمان في ترند الأهلي، لاعبو الأهلي يتعهدون على تكرار إنجاز 2006. وأخيرا محاولات لتجهيز معلول لمباراة الخميس بإذن الله. نستعرض مع بعض مباريات اليوم. طبعا في مباريات في كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأسباني وكأس إيطاليا، فيها مواجهات حاسمة على مدار أسبوعين، في مباريات قوية ومثيرة جدا. نبدأ بمباراتين اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي. الساعة 7:30 بيرلي هيلعب مع بورنموث، والساعة 9:30 مانشستر يونايتد هيلعب مع ويست هام يونايتد. مباريات الدوري الأسباني الساعة 10 المساء اليوم، ريال مدريد في مواجهة مع ختافي، وكأس إيطاليا مباراة قوية جدا ومثيرة بالتأكيد، الكل هيكون حريص على متابعتها ومشاهدتها، الساعة 10 إلا ربع مساء، يوفنتوس مع إنتر ميلان، قمة الكرة الإيطالية اليوم في كأس إيطاليا. ومن فترة كانت في مباراة قوية أيضا ما بين إنتر ميلان والميلان، لكن إنتر ميلان السنة دي عامل نتائج ولا أروع في سواء الدوري الإيطالي أو حتى في كأس إيطاليا. لكن حلقة النهاردة زي ما قلت لكم فيها تفاصيل وفيها موضوعات، وعشان وقتنا أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونتكلم، لأن عندنا كلام كتير جدا سواء أخبار للبعثة أو حتى كلام مهم جدا بالنسبة لماتش امبارح وتحديد المركز الثالث والرابع مع بالميراس يوم الخميس القادم.